أهلا بكم مشاهدينا. خبرنا الأول من فرنسا، حيث تمكن طفلان من النجاة من حريق شب في شقتهم السكنية في جنوب شرق فرنسا بعد أن قفزا من النافذة إلى أحضان سكان المبنى الذين تجمعوا في الشارع. الشقيقان البالغان من العمر 3 أعوام و10 أعوام كانا معلقين عبر النافذة بينما يصرخ السكان لهما بالقفز. تم نقلهما إلى المستشفى ولا توجد أي أخبار بعد عن حالتهما الصحية ومن كان معهما.